هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي، اس سي مابلر، دنتالي. هيئة قانونية في السويد ترفض مقترح الحكومة تشديد العقوبات على المجرمين الأحداث. وزيرة المالية تعتبر أن ضعف قيمة الكرون أمر إيجابي للشركات السويدية ويسهل من عملية تصدير السلع. أهلا بكم إلى أخبار الكومبس. وصل أطفال الإرهابي السويدي المقتول في سوريا مايكل سكارمو صباح الأربعاء إلى مطار مدينة يوتوبوري قادمين من أربيل في كردستان العراق برفقة جدهم الذي نجح بالتعاون مع السلطات السويدية في إعادتهم من مخيم الهول في سوريا إلى السويد. وذكر راديو إيكوت أن دائرة الشؤون الاجتماعية السوسيال في مدينة يوتوبوري سوف تأخذ الأطفال وتعتني بهم بعد مقتل والدتهم أيضا في سوريا على إثر انضمامها إلى زوجها، وذلك للقتال لجانبه في تنظيم داعش الإرهابي. أبدت كبرى الهيئات القانونية في السويد كهيئة الادعاء العام ومجلس مكافحة الجريمة معارضتها لمقترح الحكومة الذي يرمي لإلغاء قانون تخفيف العقوبة على المجرمين الأحداث. وبحسب القانون السويدي المطبق حاليا، فإن المجرمين الأحداث صغار السن والذين تقل أعمارهم عن 21 عاما يحصلون على أحكام قضائية مخففة نتيجة صغر سنهم، كما يفرض القانون شروطا مشددة للحكم عليهم بالسجن. وترى الحكومة أنه من غير المنطقي معاقبة الأشخاص ممتهنين الإجرام بأحكام مخففة بسبب صغر سنهم. ألقت الشرطة الدنماركية القبض على رجل في الثلاثينات من عمره بالقرب من كوبنهاغن ليلة الثلاثاء الأربعاء، يشتبه في قيامه بالهجوم بسكين على امرأة في هلسنبوري، فيما استبعدت الشرطة السويدية أن يكون دافع الهجوم هو الكراهية. وكانت امرأة في الستينات من عمرها قد تعرضت صباح الثلاثاء لهجوم بالسكين خلال سيرها في أحد شوارع وسط مدينة هلسنبوري جنوب السويد. وتنتمي الضحية التي تم نقلها إلى المستشفى تنتمي لجمعية اليهودية التي أدانت من ناحيتها الهجوم ووصفته بالمأساوي. وبمجرد تعرف الشرطة السويدية على هوية رجل تبين أنه معروف لدى السلطات القضائية من قبل، ولذلك استبعدت نظرية وجود جريمة كراهية في هذه الحادثة. قالت وزيرة المالية السويدية ماجدالينا أندرسون إن ضعف العملة المحلية الكرون يجعل تصدير السلع أكثر سهولة، وهو يمكن أن يكون أيضا أمرا إيجابيا للشركات السويدية، لكنها شددت على أنه من المهم تعزيز الاستثمار والإنتاج للحفاظ على الميزة التنافسية لمدى طويل، مؤكدة أن الكرون يزداد قوة. واستبعدت الوزيرة أي تدخل حكومي لمواجهة ضعف العملة، قائلة إن نظام سعر الصرف في السويد قائم على العرض والطلب، وتدخل في سعر الصرف يتطلب إجراء تعديلات واسعة على السياسة الاقتصادية الأساسية في البلاد. أخلت الشرطة صباح اليوم الأربعاء مدرسة ثانوية في إحدى بلديات فاستر نورلاند، وذلك من جميع الطلاب والكادر التدريسي والموظفين فيها، بعد تلقي المدرسة تهديدا وصفته الشرطة بأنه جدي هو الثاني من نوعه خلال فترة وجيزة. وذكر تقرير لراديو السويدي أن الشرطة انتشرت في المدرسة لتقييم جدية التهديد، وقامت بفحص دقيق لكل مواقع المدرسة للتأكد من عدم وجود خطر على الطلاب والموظفين. وقبل نحو شهر من الآن تم إغلاق ذات المدرسة أيضا بعد ورود بلاغ بوجود شخص يحمل مسدسا في داخلها قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.
جدد وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست رفضه تقديم تعهدات إلى الأحزاب البرلمانية التي تطالب بتخصيص 84 مليار كرون لوزارة الدفاع خلال الفترة من عام 2020 إلى 2025. الوزير أكد أنه يريد التفاوض مع الأحزاب البرلمانية حول الميزانية في الخريف المقبل. وتقول الأحزاب في لجنة الدفاع إن على الحكومة زيادة ميزانية وزارة الدفاع حتى يتسنى للجيش زيادة عدد الألوية فيه إلى 3 ألوية جديدة ورفع عدد الطائرات التي يملكها الجيش حاليا من 60 طائرة إلى 100 طائرة من نوع غريبين. ماذا في أخبار الطقس اليوم الغد؟ نهاية هذه النشرة، تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية ترانسفير جالاكسي، اس سي مابلر، دنتالي.